إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت في قناة الشافد البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتين. المدينة تهتز على فاجعة، وفاجعة يعني صراحة أنا مني سمعت الخبر يعني من بعض أصدقاء وجيران الطفل للأسف الشديد اللي تقطع به ليزار وسقط جثة هامدة من الطابق الرابع. الفصول أو الأحداث ديال الواقعة كما استقيناها من بعد الجيران ومن بعد الأطفال الصغار اللي كانوا حاضرين على الواقعة أن عساس معروف هنا بهذا الدرب اللي كانت واجدوا به أمامنا، معروف هنا عساس ديال الطوموبيلات، سيدة تقطن لوحدها بإحدى الشقق اللي موجودة على مستوى هذا الشارع فين موجهة الكاميرا، يعني نسات السوارت ديالها في الدار ديالها، ولكن للأسف الشديد من سات السوارت ديالها فهي استعانت أول مرة بهذا العساس على أساس باش أنه يتدخل ويقوم يعني بجلب أحد يعني الحدادين أو النجارة باش أنها تفتح الباب ديالو، ولكن هي طاحت عليه فكرة أخرى أنه مشى عند واحد الولد اللي عنده 14 سنة معروف هنا في الحي كل شيء كيبغيه، وأي واحد بغى يتسخر يعني كيستعن بهذا الولد اللي معروف هنا بهذا الحي اللي كانت واجده فيه على مستوى حي الشموع هنا بمدينة مرتين أو الحومة الجديدة. للأسف الشديد كيف قلنا فهذا العساس يعني غرى هذا الطفل يعني بالمال باش أنه يقوم بربطه بليزار، وحنا كما كنقولوا حنا باللهجة الشمالية ديالنا صابانة أو ليزار، حنا ملي كنقولوا ليزار فهو معروف بلغة عامية، وكذلك ملي كنقولوا صابانة فحتى الناس ديال الشمال كيعرفوا صابانة. للأسف الشديد قام بربطه على مستوى الخصر ديالو يعني على مستوى النص ديالو، وقام يعني باش أنه يدله يعني باش يدله من هذا السطح هذا العماره باش يدخل هذا الشقه باش يدخل هذه الشقه الرابعه، ولكن للاسف الشديد فذاك ليزار او صابانه فهي تقطعت، واذا بالطفل يعني يسقط مباشره نحو الارض جثه هامده. وهذا يعني هذا الحادث فهو خلف استياء كبير في نفوس الجيران. انا حاولت يعني نبعد شويه على المكان ديال الحادث كاين تما الاصدقاء ديال الطفل وكذلك العائلات ديالو للاشاره، فالطفل هي اللي توفى الاب ديالو ويعني عايش عي مع الام ديالو اللي هي عندها امراض مزمنه ديال القلب، الله يصبرها. هادشي اللي غنقولوا الولد الله يرحمه، يعني فاجعه بما تحمله الكلمه يعني وقعت هنا بمدينه مرسيل، هذه المدينه الجميله والهادئه يعني بين الفينة والأخرى. متابعي قناة شفت في قناة الشعب يعني نستفيق على بعض الحوادث اللي هي مفجعة صراحة. إذا كيف قلنا مباشرة موقعت هذه الحادثة يعني هذا الحارس اللي معروف هنا بهذا الحي فهو فر لوجهة مجهولة، فيما تمكنت مصالح الأمن يعني من اعتقال السيدة، أكيد بأنه غادي يتم الاستماع إليها في محضر رسمي، ما عارفينش النيابة العامة شمن تهم غادي توجه ليلا واش غادي يتم الاحتفاظ بها رهن تدبير الحراسة النظرية أو غادي يتم إطلاق السراح ديالها إلى حين تقديمها، أم أنه غادي يتم التقديم ديالها يعني في حالة اعتقال. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها يعني في قادم الأيام، فابقوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شفت في قناة الشعب. إذا كيف قلنا فاجعة تهتز أو تهز مرة أخرى مدينة مرتيل، وهذا المرة طفل يعني في مقتبل العمر يعني يبلغ من العمر حوالي 13 حتى 14 سنة، يعني قام أحد حارسي السيارات اللي معروف هنا بمدينة مرتيل الإشارة، فهذا حارس السيارات فحتى هو معروف هنا بمدينة مرتيل والكل يعطف عليه يعني وعايش عيف واحد الخربة يعني، وهذا الطفل فهو يعني كانت عنده واحد العلاقه بحال اللي غنقولوا ديال الصداقه، ملي كان كيبغي الماء فهو كان كيسقي له الماء، ملي كان كيبغي الماكله فهو كان كيتسخر له، وبالتالي فالطيبوبه ده هذا الطفل فهو دفع الثمن ديالها الله يرحمه. هذه فاجعه بكل ما تحمله يعني المعنى من الكلمه صراحه، الطيبوبه ديال الطفل وحب انه يقدم الخير وكذلك يعني التغرير به وكذلك استغلال يعني صغر السن ديالو ربما ادى الثمن، والان ها هو رحمه الله جثه هامده، اكيد بان العائله ديالو فهي العقل ديالها علين يخرج عليه، اكيد حتى الجيران فهما متاسفين على هذا الحدث للاسف الشديد. متابعينا الكرام متابعي قناه شفت في قناه الشعب، اذا لازلنا في هذا البث المباشر متابعينا الكرام، هذا موقع بالضبط هذه هي الواقعه، غادي نحاول انني نعاود الواقعه اليوم متابعينا الكرام. سيدة تقطن في هذا الشارع اللي كيتواجد أمامنا، سيدة بوحدة يعني عايشة بوحدة حسب ما استقيناه
من مصادر ديال الجيران نسات السوارد ديالها في الشقه ديالها، مي جات للمنزل ديالها ربما مشات قضات بعض الاغراض ديالها رجعت للشقه ديالها اللي كاينه في الطابق الرابع جبرت السوارد ما كاينينش. بمن غادي تستعن؟ اول واحد شفته شافت الحارس ديال السيارات، قالت له بانني نسيت السوارد ديال الدار، شنو غادي نديرو؟ ربما هي اقترحت عليه انه يجيب نجار او انه يجيب كيف كنقولوا حنايا الحداد باش انه يفتح الباب ديال الشقه، ولكن هذا العساس فهو مشى واستعن بطفل صغير كضربته بواحد العلاقه ديال الصداقه، كيعرفوا بانه كيكون في الحي كيلعب هنايا، وهذا الطفل هذا فهو حسب ما سقيناه يعني من اراء ديال الجيران فواحد يعني حباه الله يعني بواحد الابتسامه يعني دائما على المحيا ديالو، ويعني واي حاجه طلبتيها منه يديرها، اذا قلتي له مشي تسخر غادي يمشي تسخر، طلبتي منه انه يمشي يجيب لك شي حاجه غادي يمشي يجيب لك شي حاجه، يعني هذا الطفل هذا ما كيعرفش لا، وسبحان الله فهو محبوب وكان كيلعب الكره يعني كان كيلعب كره القدم مع الاصدقاء ديالو يعني الاقران ديالو. جا عنده هذا العساس قال له غادي تدخل لواحد الشقه كاينه في الطابق الرابع انا غادي نربطك، وغراه بالفلوس بالمال، هادشي اللي قالوا يعني لبعض الجيران انه غراه بالفلوس باش انه يعني يقوم بالربط ديالو من النص ديالو يعني من الجيده ديالو عفوا من الخصر ديالو، ويدليه لهاد الشقه يعني من السطح ديال العماره. هاد الشقه موجوده في الطابق الرابع، ولكن للاسف الشديد فهاد الليزار او هاد الصبانه فهي تقطعت والطفل سقط مباشره نحو الارض جثه هامده، يعني المسافه اللي هي طويله ملي كنهضروا على اربعه ديال الطبقات فاحنا كنهضروا على واحد العلو اللي هو عالي وعالي، وبالتالي فقدر الله ما شاء فعل، يعني فاجعه بكل ما تحملها الكلمه. انا حاولت انني نصور داخل يعني المنزل اللي وقعت فيه الحادثه، ولكن للاسف الشديد فما قدرتش، حتى الجيران يعني طلبوني يعني صراحه الاجواء حزينه هنا بمدينه مرسيل بعد هذه الفاجعه اللي وقعت هنا بمدينه مرسيل. ان لله وانا اليه راجعون. الطفل يلا فقد الاب ديالو، يعني يتيم الاب، عنده غير الام ديالو، بعض الاخوه ديالو، كاين الاخوه ديالو اللي هنايا، وكاين شي اخوه ديالو مسافرين يعني تقريبا، وكيقرا يعني هذا العام كان يقرا السابع يعني القسم الاول اعدادي، قدر الله ما شاء فعل. ان لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الام ديالو اللي كتعاني من امراض مزمنه، كيف غادي تتلقى هذا الخبر الحزين انها تفقد احد فلذات اكبادها بهذه الطريقه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. للاشاره فهذا العساس فهو بمجرد ما وقعت الواقعه وشاف هذا الليزار تقطع وسقط الطفل وصبح جثه هامده فهو فر الى وجهه مجهوله. وللاشاره فهذا العساس فهو ساكن يعني تقريبا حياه التشرد، يعني كيف كنقولوا عايش حياه التشرد، غير الناس هما اللي يعني يعني بحال اللي غادي نقولوا كيتعاونوا معاه ملي كيكون خصو شي حاجه. وهذا الطفل كانت عنده واحد العلاقه قويه مع هذا الحارس ديال السيارات، هو اللي كان كيسقي له الماء، لان الخربه اللي كيسكن فيها فهي قريبه من منزل هذا الطفل اللي سقط من الطابق الرابع من بعد ما قام حارس السيارات بربطه بواسطه الليزر اللي تقطع وسقط هذا الطفل جثه هامده هنا بمدينه مرسيل. هذه هي الواقعه او هذه هي الفاجعه اللي وقعت هنا بمدينه مرسيل، لا حول ولا قوه الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاهل ديالو. الاشاره فالحارس ديال السيارات فهو متخفي هارب، يعني رجال الشرطه يعني يقومون بحملات تمشيطيه، مشاو للخربه اللي كان كيسكن فيها، انا مشيت كذلك لهذ الخربه اللي كيسكن فيها وقمت يعني اخذ صوره باش نوضعوها كابتور كخبر في صفحات قناه شوف تبي قناه الشعب. بينما السيده يعني صاحبه الشقه ف يعني تم الاعتقال ديالها باش انه يستمعوا لها في محضر رسمي باش تهضر على الواقعه كيف وقعت بالضبط. ما عرفناش واش غادي يتم توجيه يعني التهم اللي غادي ما عارفينش التهم اللي غادي يتم التوجيه لها، هل سيتم تقديمها امام انظار النيابه العامه في حاله اعتقال ام في حاله صراح؟ باقي التفاصيل غادي نكتشفوها مستقبلا متابعينا الكرام. وهذه هي يعني رساله لبعض الاشخاص يبعدوا على الاطفال، الاطفال ممنوع انهم يعني كيف كنقولوا احنا اننا نغرروا بهم
او اننا نستغلوا الطفوله ديالهم او اننا نستغلوا يعني داك العفويه ديالهم وداك البراءه ديالهم. فكان بامكان هاد السيده وكذلك هاد الحارس انهم يستعنوا يعني بسيد اللي هو نجار او حداد ويقوم بفتح الشقه هذا الباب. بينما هذه الطريقه فهي طريقه ساذجه، طريقه غبيه، الطريقه اللي ادت الى اننا نفقدوا روح اللي هي عزيزه عند الله عز وجل، الطفل في مقتبل العمر انه يموت بهذه الطريقه، فقدر الله ما شاء فعل. اذا المتابعين الكرام ما بقنا الا اننا ندعوكم على امل ان نلقاكم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.